حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك، اهلا بيك ستلي وجمال. اهلا بيك. قلنا بقى احنا بنتكلم في نسبه قد ايه من الناس المستفيده من الزياده في المعاشات بدايه من الشهر القادم. تمام، هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان بدايه صرف الزياده ان شاء الله مع معاش شهر 7، احنا بنصرف معاش شهر 7 اعتبارا من يوم 1/7. 1/7 بالظبط. عكس المرتب، يعني المرتب يبقى اخر الشهر بشويه، بيبقى اخر الشهر، لكن المعاش بيبقى اول الشهر، فان شاء الله يوم 1/7 اللي جاي. ايوه، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الاسبوع القادم هيبدا صرف زياده المعاشات بنسبه 13% من اجمالي المعاش المستحق. فسهل على كل واحد ان هو يقدر يحسب الزياده بتاعته. يشوف هو قبض كام في شهر 6 ويضرب في 13% يديله قيمه الزياده بتاعته. الحد الادنى ايه طيب؟ فندم؟ الحد الادنى. الحد الادنى للمعاش النهارده 900 جنيه، ده اقل واحد بياخد معاش. ايوه، لو ضربناها في 13% هتطلع حوالي 117 جنيه. ده اقل مستفيد بالزياده. يعني هيبقى 1107، يعني هيقبض بقى من 1/7 تقريبا 1200 جنيه تقريبا. 1007. تمام. حدها الاقصى 1053 جنيه. الزياده عدد الملفات اللي احنا بنصرف لها معاشات. ايوه. مستفيد كمان عدد اصحاب المعاشات حوالي 8.2 مليون ملف. 8 و فيهم. ايوه فندم، 8.2 مليون ملف. مليون ملف في يعني صاحب معاش. تمام، يعني عدد المستفيدين من المعاشات والزياده اللي طلع بقرار جمهوري من سياده الرئيس النهارده 8 مليون مواطن وشويه. اسمحي لي اوضح الجزئيه دي. احنا بنحسب اصحاب المعاشات 8.2 بس بيصرف عنهم كم مستفيد بقى، لان لو صاحب المعاش توفى ممكن يصرف في الملف الواحد يصرف اكتر من مستحق، تبقى ارملته بتصرف هي. في حاله وفاه صاحب المعاش ايه اللي بيحصل؟ بيتم توزيع المعاش على المستحقين من الاسره. فهم 8.2 مليون صاحب معاش، اللي بيصرف فيهم معاشات حوالي 10.5 مليون مواطن. تمام، 10.5 مليون مواطن. تكلفه هذه الزياده 31 مليار جنيه. دي التكلفه لزياده. أيوة. المعاشات كام؟ 31 مليار جنيه. ياه، رقم كبير برضو. ما هو العدد المستفيد كبير، لانه 10 مليون ونص زي ما قلنا مستفيد بيصرف. زائد الحمد لله كان حصل طفره في المعاشات خلال السبع سنين اللي فاتوا مع زيادات متواليه للمعاش، مع رفع الحد الادنى للمعاش. كل دون اثر على قيم المعاشات، فبالتالي لما تيجي تقرري نسبه النهارده تكلفتها عاليه. يعني مفترض ان العام المالي القادم اللي هيبدا من 1/7 ان شاء الله في 30/6/2022 المخطط ان احنا نصرف معاشات 282 مليار جنيه. ايوه، لاصحاب المعاشات العام المالي ده. ايوه ايوه ايوه.